يا جماعة حصلت مشروع حلو للبنات، فكرة جديدة نازلة الحين في السوق. هذا الجهاز الله يسلمكم، جهاز طباعة على الأظافر، ايش يسموه، باديكيور مانيكيور، ايش يسموه، هذه أمثلة تقدر البنت تطبع على أظافرها في هذا الجهاز، تختار صورة شكل لون معين. طيب، وكل اللي عليها تسوي ان تدخل اصبعها في هذا الجهاز، تنتظر فترة. خلينا نشوف مثلا هنا، هذا اصبعي، تنتظر فترة وبعدين تضغط اوكي وتم طباعة، ويصير نفس هذا، هذا الشكل. هذه بعض الامثلة هنا، صراحة فكرة وايد وايد حلوة، ما اعرف من سواها، لكن احييه. خلي البنات، شو هذه الوان كلها تقدر البنت تطبعها، جميل جميل صراحة. وهذه بعض الاشكال، والبنت تقدر تعمل ابلود اي صورة اي شكل تقدر تطبعها، خلي تصبعها فترة كذي. يا سلام، صراحة جهاز جميل جميل جميل. إذا تريدوا هذا الجهاز تواصلوا معي، بعطيكم كامل التفاصيل.